رواد وأجيال، عنوان المعرض الذي تواصل على مدى 3 أيام في سوق نزوة التاريخي، مترجما دور هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في دعم وتمكين أصحاب المشاريع التجارية والحرفيين من تسويق مشاريعهم وتنميتها. مشروعنا عبارة عن مركز تدريب في مجال الإلكترونيات والبرمجة باسم القرية الهندسية. نقدم كثير من الخدمات في مجال تدريب الأشخاص والأفراد والمؤسسات في المجالات التي ذكرتها سابقا. هذه المشاركة كانت فرصة استثنائية رائعة للتعرف على رواد الأعمال في هذا المعرض وتبادل الخبرات والمهارات. الشباب العماني حرص على المشاركة بتقديم المشاريع النوعية والحرف والمشغولات التقليدية في الأنشطة التجارية والسياحية والزراعية وغيرها. مشاركتنا عن الحلوى العمانية، بما أن نزوة مشهورة بصناعة الحلوى العمانية وكيفية نقل هذه الصناعة من الآباء والأجداد إلى الأبناء إلى الجيل اللي بعدنا إن شاء الله. في أنواع كثيرة من الحلوى والشوكليت وأشياء كثيرة مثل القشاط وهذا الأمور. مشروع تقريبا يشمل 14 قسم في مجال تربية نحل العسل، متحف نحل العسل والغابة النحلية والمنحل التعليمي ومركز النحال الصغير، مركز تعليمي للأطفال، بالإضافة إلى مركز العجائن البروتينية والصناعات المستقبلية، وعندنا مقهى مختص لمنتجات نحل العسل وأكبر منفذ مبيعات بيكون إن شاء الله في بركة. تعريف المواطن أو السائح عن فوائد هذا المشروع في مجال تربية نحل العسل وشرح مبسط للمشروع في فوائد نحل العسل. صناعات تقليدية تزخر بها ولايات المحافظة شكلت حضورا فاعلا في المعرض وترجمت ارتباط الأجيال المتعاقبة بتلك الصناعات والحرف وتحويلها إلى مشاريع صغيرة ومتوسطة تحقق مردودا اقتصاديا للفرد والمجتمع. معرض رواد وأجيال الذي يتخذ من سوق نزوة محطة له سيعمل على تقديم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والحرفيين لرواد السوق من أجل إبراز المشاريع التجارية المتنوعة. سعيد بن ذيب الهنائي، محافظة الداخلية، ولاية نزوة.